داكشي كيحمق بالنسبه لهادي الثمن ديالها 250 درهم. السلام كفيدات، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، هذا نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا لواحد الحفيله بمناسبه ذكرى المولد النبوي. اليوم غادي نشارك معكم ان شاء الله الحفيله كيفاش غادي تكون. غادي نشارك معكم اللبسه ديالي خصوصا، وبزاف ديال البنات يطلبوا مني نشارك معكم هكذا الماكياج اللي كندير، هكا ماكياج خفيف يومي، اللبسات اللي كنلبس فين كناخذهم. المهم خليكم معايا في هذا الفيديو، هذا غادي نقدم معكم شعري، غادي المهم ريحه البروتين مشى ليا، هاد الفوق كلشي راه مشى ليا. غادي ندير دابا البلاك باش يسخن. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على شي بلاك زوين، بزاف كيجوني هاد التساؤلات، راه ديما تنقول لكم الفيديوهات اللي فاتوا راه شاركت معكم بزاف ديال الحوايجات البنات. العار سيروا تفرجوا في الفيديوهات القدامين، المهم خصوصا البنات اللي يلاه دخلوا جداد، راني شاركت معكم بزاف ديال الفيديوهات، سيروا شوفوهم راه فيهم بزاف ديال الافاده والاستفاده. ونوريكم البلاك ديالي. المهم ما تدوش على فوق ناموسيره كله مرون. هبط الحوايج من الغسيل وبقى كلشي محطوط تما ما ساليتش ليه. المهم بالنسبه للبلاك اللي كنخدم به انا هو هذا سليم 28، رائع رائع رائع. بالنسبه للثمن ديالو والله الناس ما بقيتش عاقله واش 500 درهم ولا 450 درهم، ما بقيتش عاقله عليه في الثمن ديالو. بالنسبه لهذا البنات راه فيه تيتانيوم وفيه واحد الماده واحده اخرى اكثر من سيراميك، يعني احسن بكثير من ديال السيراميك. المهم هذا البنات تقدروا تنشفوا به فازك كيف ما تقدروا تنشفوا به ناشف كيف ما العاده. المهم كيف ما قلت لكم وتيعطي واحد لابريونس زوين في الشعر. هانتوما شوفوا راه دابا شعري كيبان بحال موسخ. غادي نشارك معكم كذلك الشامبوان اللي كنرش على شعري قبل ما كندير السيشوار، حيت دابا شعري كيتزيت ليا وكيتعلق. هانتوما تيبان بحال موسخ. انا غير البارح اللي كنت في لاصال ودوشت صافي وبقى هكا شفتو شعري غتقولوا هذا راه موسخ ومقلق مقلق شي سيمانه ما مغسول. المهم غادي نشارك معكم الشامبوان اللي بزاف الناس الجداد اللي دخلوا عندي ما عارفينوش، غادي نشارك معكم ان شاء الله حتى هو. نخلي دابا البلاك يسخن على خاطرو، غادي ندوز دابا باش نقاد حجباني. المهم بالنسبه للحجباني البنات دابا ما فيها ما يدير نتاف وتعطلت، حيت صاحبتي غادي تجي عندي مع الخمسه نورمالمون هما دايرين مع الاربعه وصافي. قلت لها مشي هكذا نفوش شويه ما كاين ما يدار. نحط هاد المرايه هنا. شوفوا البنات هذا زوين، البنات اللي عنده هنا الخويات اولا الفرقه، انا شي فرقه خاويه ولا شي لعيبه كديروا هذا. انا المهم هذا كنديرو غير العريسات ديالي اولا البنات هكذا اللي كيكونوا معروضين بغاو يديروا شي مشيطه وكيبان لكم هنايا فيه هكذا الخوا، راه كاينين هادو كيتباعوا في اسواق السلم، كتاخذوا اللون اللي كيجي لكم مع شعركم، يعني كاع الالوان كاينين. المهم بالنسبه للحجباني انا البنات غادي ندير غير هذا. خديت هاد لاماشين هادي راه بزاف من بزاف المرات شاركتها معكم وكنظن دابا عاد تعاودوا تسولوني ثاني على هادي البنات. خديتها ب 150 درهم، فيها هاد الراس هذا اللي كتقادو به الحجبان، جيت النيف الودنين، المهم كاع البلايص الصغيوره. وكاين هذا حتى هو كديروه البلايص بحال هكا ولا ماشي بلايص الكبار، فهمتوني البنات كيحيد 100%. هانتوما باش نقرب لكم شتو زغب، شوفوا كيحيد لكم كلشي البنات. ما تحسوا نهائيا بوالو والو والو كاع، ما كتحسوا ولو الم ولو 0.5 ديال الالم ما كاينش، صافي كتكونوا ساليتو. المهم شوفوا غادي نحل انا هنا، شفت حاجه زغب ما دباش غادي نمسح، ندير شي كلينكس باش تشوف. هانتوما البنات شو زغب مرة منتعشة. المهم غادي ندوز على حجباني ونرجع ان شاء الله نكمل معاكم. صافي كنكون ساليت،
شوف شوف هادي ديما البنات فاش كتساليو منها حاولوا تنقيوها. هانتوما راه كديروها في الصاك ما تتبان كاع شنو هي هذيك شفتوا ما كتبان كاعش ديالاش زعما. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني عليها انا كانت اختي اللي كانت تبيع هادشي ديال هادشي ديال كانت دايره جروب واتساب وكانت تبيع بحال هاد المنتوجات كانت كتجيها من كازا. دابا ما بقاش الصراحه كتبيعهم. هانتوما صوروها وقلبوا عليهم الا لقيتوها مرجعوا للفيديوهات القدام باش تشوفوا الكرتونه ديالها فاش كنت خديتها. المهم بالنسبه للثمن ديالها كانت ب 150 درهم حيت هادي اوريجينال. صافي المهم غادي اصلا وجهي راه رطبطو غادي ندير غير شويه ديال الفون دو طون. غادي ناخذ هادي ديال ماك غادي ندير غير شويه غادي بانسو غادي ندير فيه غير شويه باش نكثر. البنات كندير واحد الماسك صراحه صدق ليا زوين لوجهي الحمد لله. بعدا حتى الحبوب ما بقاوش كينوضوا ليا. عقلت البنات البنات القدام اللي كانوا متابعيني راه غادي يعرفوا كيفاش كان وجهي اولا الحاله اللي كانت فيها وجهي صراحه كانت حاله مزريه. يلا هو قلت انت يا الزغوله تبعها. قلت لكم البنات كاينين دي ماسك صراحه جربتهم طبيعيين قولي فنين الا بغيتو نشاركهم معكم ان شاء الله وكومونجات حتى هما ولي لوسيون المهم كامل داكشي اللي بغيتو نجربو معكم ان شاء الله شي مره فشي فيديو نحطو لكم على الراس والعين. كنبغي دائما نحط لكم شي حاجه اللي نتوما غادي تبغيوها ماشي اللي غادي نحطها لكم انا غير هكا كل فيديو ما كيتشافش. المهم غادي ندوز عليه بهذا البيوتي بلندر واخا انا ما فزكتهاش حيت زربانه. شوف راه داير فيكساتور ولا كنهبز الاحسن البنات بقاو تفزقوا هاد لي بيوتي بلاندر. ولكن انا اصلا هادي الماركه ديالها زوينه يعني ما خفت حتى شي حاجه منها. شوفوا نظر الطراسه شكون اللي عنده هاد البلان هذا. كنسربي حيت عطلت. انا دائما معطله وقت ما كان شي ايفيمون تلقيني معطله دائما وابدا. المهم من بعد غادي ندير هاد البودغ ديال ماك حتى هو. ديجا شاركت معكم لا ريفيرونس ديالي صراحه من احسن لي بودغ اللي كاينين. تقدروا ديروا غير وحده راه شحال من مره كنديروا غير وحده وكنشاركوا معكم وكاع البنات الحمد لله اللي خداو فاش شافوني شاركت معكم في المشتريات اللي الحاجات اللي زوينين في المكياج والحاجات الخايبين في الفيديو اللي كنت شاركت معكم واحد المره. شحال من حاجه خداوها البنات وكيصيفطوا لي كيقول لي شكرا على زعما الحقيقه ديال كل اللي كتشاركي معنا يعني الحاجات اللي زوينين راه تنشاركهم معكم الحاجات الخايبين راه تنقول لكم خايبين. والحمد لله على الثقه اللي كديروا فيا وكنقول لكم شكرا على الحويجات الزوينه اللي كنشاركها معكم وكتمشيو للبلايص وكتصوروا لي بلي راه خديته وتقديته عندهم. الحمد لله كنقول لكم شكرا على الثقه ديالكم وكنقول لكم شكرا والحمد لله. القناه ديالنا غدا وكتكبر ودائما الجديد ما كان غير الجديد ان شاء الله والله تنبرعكم جديد. خلينا من داكشي ديال التبكيك وديال الافلام راه كلنا كنعرفوا ليهم ولكن الحمد لله نتوما ماشي ديال انا اصلا قناتي راه عرفتوني قديمه في الدومين هذا وما كنبغيش نشارك زعما اي حاجه كنبغي شي حاجه اللي يستافد منها الانسان وكذلك تجيب تفتمن تكون مناسبه يعني بحال كما ناخذها انا كيف ما غادي ياخذها واحد اخر. المهم درت هنا غير الفغاجو. بالنسبه اللي بغى مثلا المكياج بثمن مناسب راه كاينه ديك المكازان ديال فيرجين ميغاستور راه كنشاركها معكم البنات كاينه في سيلا بارك صراحه عندهم داكشي زوين ورخيص راه هادي كنت خديتها عندهم هادي صراحه صدقات ليا من اروع ما يكون. والالوان ديالها شفتوهم نيود راه غير في الكاميرا كيبانوا هكا انطونس ولكن راهما راه خفافين الالوان. غادي ندير هنا غير لوينات هكا خفافين فوق العوينات فوق العوينات يا ختي فتره القصي ديك فتره القصي جات معايا انا
البنات دعيو معايا راني بديت الريجيم ولا صال وحنا مقاتلين. المهم حنا غاديين الله يدير ساوت الخير وصافي. واخا البارح كنحس برجليا بدات كضرني البنات، عندي واحد المشكل في رجلي خايب. كتشوفوا بنادم واقفه تقولوا راه هذا ما زعما راه ما خصو حتى خير، ولكن تنقولوا الحمد لله. شنو نهار نشارك معكم ان شاء الله المرض اللي عندي في رجلي. الحمد لله دابا باقي كندير التريتمون وباقي كندير الترويض، يعني باقي متبعه مع الطبيب. عندي واحد بحال جوج كراوات خارجين ليا في القدم ديالي. يلا عاوتاني لا غادي ولقى نفس المشكل باقي، يعني باقي كاين عندي داك المشكل. المهم انا في الله وصافي. عرفتوا بنادم راه غير ضعيف كتلقاو واقف تقولوا هذا راه ما فيه، ما عنده حتى مشكل، ما عنده حتى مرض، ما عنده حتى مشكل. ها كل امراض، ولكن الحمد لله دائما الابتسامه ودائما النشاط، واللي بغى يموت يموت. المهم غادي ندير العكر ديال ماي بينين. بالنسبه للعكر ديال ماي بينين راه ديما تتسولوني عليهم ودائما انا هما اللي كندير. فين ممكن انكم تلقاوه؟ تقدروا تلقاوه في اي بلاصه كيبيعوا المنتوجات ديال لوريال او المنتوجات ديال مايبيلين. بالنسبه للي كونت سيرفاس بحال اسواق سلام مرجان كارفور راه كيديروهم ولكن غاليين بزاف. الا بغيتو تاخذوهم خذوهم في جيميا. كنسكت حيت هذا الا خسر البحر ماشي بغيش يتمسح. نوريكم واحد الجليله باختيتها، يا سلام توصلت بها من بوتيك جلابتي خطيره. راه كنت قيستها لكم داك النهار ولكن ما كانتش باينه، دابا غادي نقيسها لكم وتشوفوها مزيان مزيان. بالنسبه لهاد العكره البنات راه بحال النيت اللي كنت دايره في الفيديو اللي فات. بالنسبه للبنات اللي سولوني على لا ريفيرونس ديال البارح كنت دايره 35 وهذا اللي درت دابا النمره 20، وكاين 300 وشي حاجه ما عقلش على الرقم بالضبط في هاد الحمر نيت. هذا احمر ياك، وكاين الكرونه ديالو حتى هو. المهم انا عندي بزاف ديال الالوان فيهم باش نوريهم لكم. نتوما البنات شوفوا شحال ديال الالوان، هادو كلهم راه ديال مايبيلين كاع الالوان كاينين عندي. وقت ما خرجتي لون كنمشي ناخذو. عندي الالوان نيود وعندي الالوان اللي كيكونوا فلاشي من احسن العكوره اللي كاينين. واه طاحوا. المهم احسن العكوره اللي كاينين صراحه كيبقاو النهار كامل كتاكلي وتشربي وتبقى يعني تبقى اللون هكذاك في فمك ما تتخافوش منه. الا بغيتو نعاود ندير لكم فيديو، راه اصلا كنصورت لكم واحد الفيديو درتهم وصورتهم معكم. الا بغيتو ان شاء الله نعاود لكم هذا الفيديو هذا، نعاودو ان شاء الله نشاركو معكم. اصلا زدت كره ولا اللوان اخرين. المهم البنات هادشي اللي كاين. غادي ندير هنا ايلاينر خفيف وغادي ندير الماسكارا ديال ايفغوشي من احسن الماسكارات اللي كنجرب، ودائما انا هي اللي كندير وما زعما ما عمرني غادي نبدلها. عندك هي وديال ايسونس ولكن هادي بزاف. غادي نديرها شوفوا الا بغيتو تطلع الرماش مشطوهم لتحت بحال هكا كاملين من الراس حتى للراس. انا ما تنساوش وعاودوا الجهه الاخرى. شتو ياك عاد دابا غادي تمشيو لهاد العين هادي وغادي تمشطو من تحت للفوق. هادي يلاه الاولى غادي تمشيو هانتوما شوفوا تبارك الله حلا ملصقاهم. غادي تعاودوا تاني من تحت للجهه الاخرى. كتخليو تاني هاد العين وكتمشيو للعين الاخرى.
كتعاودوا لها بنفس الطريقه وكتحلوا دوك الرميشات ما كتخليهمش مجموعين وحاولوا تخرجوا لهاد السحبه هذه باش تبان العين كبيره. غادي نعاود العين الاخرى حتى هي وصافي. كيسولوني على باش كنصيح جباني كنستعمل انا هذه ديال شيئين اولا اي بودغ تكون ماركه ديالها زوينه راه غير حاولوا تختاروا اللون يعني ديالكم ما عندي الاضاءه قليله هنا ما عرفتش كيفاش ندير لكم باش يبان الضوء مزيان باش نقادو نرجع كنظن هكا مزيان المهم غادي ناخذ انا كيف ما قلت لكم اللون ديالي وغادي غنديروا ماك خفافين وهنا كنرسم فيه شعره شعره راه كيكونوا فيها ثلاثه الالوان البنات وفيها لوجيل داك لوجيل هو اللي كيثبت لكم داك البرودوي اما اللي ما لقاش هذه ديال شيئين يقدر ياخذ غير اللون الماغون اللي كاين في الباليت اي باليت ديال العينين وكترسيو بها عينيكم عينيكم حجبانكم هاد كاينين اللي كيكون عندهم خفافين ما تيبغوهمش يبانو زعما بزاف كيديروا هادوك راه كيجيو زوينين وما باينينش شتو دابا غادي ناخذ لونتيسان غنفين حتى يشوف شوف هادي باقي فيها شويه كديرو تمن تحت ومن صافي هذا هو لوك فينال شوفوا ليا بلات راه ما دايره لا فلتر لا والو درت فقط الفون دو طون ديال ماك كيف ما قلت لكم ودرت شويه هكا فوق عينيا وحمار غادي ندير شويه ديال الكونتور باش ما يبانش وجهي كله بال. بالنسبه للكونتور البلات خديت هذه ديال نيكس هي اللي غادي ندير هاد جوج ديال لي ريفيرونس الاولين غادي نخلطهم المهم كل واحد بالنسبه للكونتور يدير اللون اللي كيجي معاه هانتوما صافي غادي ندير شويه ديال الهايلايت كندير هذا ديال ريفوليسيون غادي نديرو غير هنا شتو شويه وهنا انا كندير غير بصباعي حيت هاد الحراره ديال يدينا كتدمج هاد الهايلايت مزيان صافي غادي ندمج كلشي وهنا ساليت بقى لي شعري غنشارك معكم دابا الشامبوان اللي هانتوما البنات هذا هو ديال بابتيست اللي قلت لكم فيه بزاف ديال النكهات واختاروا النكهه اللي عجبتكم بالنسبه للثمن ديالو داير 79 درهم كيبقى عندكم مده طويله كاين كذلك واحد دير ب 53 درهم ولكن ما فيه لا ريحه لا والو هذا الطيله كنشعركم خنز لكم مثلا ما المهم دابا مثلا شعركم كانت عندكم شي حاجه ضروريه مثلا خصكم تخرجوا ولا هذا وشعركم كان خانز اولا كان مزيت بزاف كديروه منها تيعطيكم التعطير لشعركم ومنها كينقي لكم الشعر شوفوا دابا انا شعري كملحس شتو قولوا راه كنقط بالزيت ها نقرب لكم باش يبان لكم شوفوا دابا كيفاش غادي يولي شوفوا دابا راه ها باش يبان لكم باش تفهموا اش غنقول لكم شوفوا دابا شعري ملحس شتو لاصق دابا غادي ندير هذا وغادي نشطو مزيان وديك الساعه غادي ندير البلاك هذا تقدروا ديروه غير بوحدو يعني ماشي ضروري ديروا البلاك غير انا بغيت نجبد هاد هادوك لي فورش اللي طالعين حيت قلت لكم شاليه البروتين شتو
جمع يشيب صافي. ودابا غادي ديرو بحال زيت فنا الشيء وقارو. المهم دابا غادي ديرو كيف ما كتغسلو في الدوش اولا في الحمام، غتبقاو ديرو هكا حتى يمشي. خرج مش طاب. شوفوا شتو البنات، هانتوما ما بقاش قطره ديال الزيت في شعري. غير حاولوا تمشطوه مزيان باش هكا كيهبط لكم حتى لهاد الزغيبات لتحت. شوفوا مشطاكي ولات شتو، غير مشطو باش كي يعمر لكم شريته من داخل. انا هذا ما كنستغناش عليه، وكاع البنات اللي كيجيو عندي راني كنشكرهم كنشكروا ليهم. هانتوما شوفوا كيولي هنا واحد الفوليوم زوين، وما كتحتاجوش كيف ما قلت لكم تغسلوا. المهم قولوا لي كيفاش جاتني. المهم جلابه خفطان كتجي صراحه زوينه في اللبسه. بالنسبه لهذه راه قلت لكم توصلت بها من عند بوتيك جلابجي، راه غني عن التعريف، راه صورت لكم فيديو عندهم. صراحه انا ماشي كيحمق بالنسبه لهذه، الثمن ديالها 250 درهم وكاينه بزاف ديال الناس صراحه اللي كيحمقوا. شوفوا لي الديطالي ديالي هنايا. المهم بالنسبه للبليغه راه وريتها لكم اللي غادي نلبس معاها. بالنسبه للبليغه كنت خديتها عند واحد لاباج انستغرام، غادي نخلي لكم السميه ديالها، ما بقاش عقل على السميه بالضبط، والله الا طارت لي السميه ديالها. المهم غادي نكتبها لكم هنايا، وراه ديجا صورت لكم المحل ديالهم. صافي ضروري شويه طبخو او غادي نخرج ان شاء الله. صاحبتي هي دابا جايه في الطريق باش نمشيو انا وياها. بخرتكم بخا جيتي عندي، ليش جيتي عندي، ليش جيتي عندي. سلمي لها البنات، سلمي لها البنات. We'll be right back.
نهاية الفيديو كنقول لكم شكرا على المشاهدة، وما تنسوش لايك وشارك في القناة باش دائما نوصلكم جديد اللي كنحط لكم. بزوات وبسلامة عليكم.